السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا مرة قناة، ارحب بكم في فيديو جديد. اتمنى كما العادة ان ينال اعجابكم وان يلقاكم وانتم في تمام الصحة والعافية. دائما ما اقول ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والادوات المنزلية، ايضا مجموعة من الاختراعات الصينية الهائلة ورائعة التي توفر علينا الجهد اليومي
وأيضا الراحة وأيضا توفر الوقت وتساعدنا على استغلال المساحة الضائعة داخل المنازل، خصوصا المنازل الضيقة. مجموعة من الأفكار وأيضا مجموعة من الحيل الهائلة جدا لتنظيم وترتيب المنازل وإعطاء منظر جميل جدا للمنازل ديالنا. الفيديو مليء بالمتعة وأيضا بالاستفادة، فتابع الفيديو إلى الأخير للاستفادة والاستمتاع أكثر. أيضا أتمنى من أعجبه الفيديو أن يضع زر اللايك أو أعجبني. أيضا بإمكاني من لم يعجبه الفيديو وضع زر لم يعجبني أو ديزلايك. وأتمنى ممن يشاهد قناتي ولمرة الانضمام إلينا بداخل الأحمر بالضغط على زر الأحمر أو زر الاشتراك، أيضا مع تفعيل الجرس ليتواصلوا دائما بجديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. أترككم الآن مع استشهاد المنتجات وأيضا هذه الاختراعات والابتكارات ومجموعة من الأدوات لأنها دور كبير جدا في الحياة اليومية. أيضا بالنسبة للناس اللي كيتسائلوا على فين ممكن يلقاو هاد المنتجات، المنتجات توفر جميع المواقع الصينية، موقع على الإكسبريس يوفر جميع هاد المنتجات، وأيضا بأسعار اللي مناسبة جدا. أيضا موقع الأمريكي أمازون كيوفر هاد المنتجات. أيضا كيف ما ممكن نلقاو هاد المنتجات في الأسواق التجارية الكبرى، فقط خصنا نقلبو عليها مزيان. فنخليكم الآن مع رسمة فيديو أيضا مع رسمة هاد الاختراعات والابتكارات. إلى اللقاء، نلتقوا في فيديو جديد إن شاء الله. أتمنى منكم متابعة الفيديو إلى الأخير، وأريد أقول يعني أكيد أنكم غتستفيدوا من خلال هاد الفيديو.
السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا مرة قناة، ارحبوا بكم في فيديو جديد. اتمنى من عدا ان ينال اعجابكم ونلقاكم وانتم في تمام الصحة والعافية. دائما معقول ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والادوات المنزلية، ايضا مجموعة من الاختراعات الصينية الهائلة والرائعة الذي يوفر علينا الجهد اليومي وأيضا الراحة وأيضا توفر الوقت وتساعدنا على استغلال مساحة ضائعة داخل المنازل، خصوصا المنازل الضيقة. مجموعة من الأفكار وأيضا مجموعة من الحيل الهائلة جدا لتنظيم وترتيب المنازل وإعطاء منظر جميل جدا للمنازل ديالنا. الفيديو مليء بالمتعة وأيضا بالاستفادة، فتابع الفيديو إلى الأخير للاستفادة والاستمتاع أكثر. أيضا أتمنى من أعجبه الفيديو أن يضع زر اللايك أو أعجبني. أيضا بإمكاني من لم يعجبه الفيديو وضع زر لم يعجبني أو ديسلايك. وأتمنى ممن يشاهد القناة لأول مرة الانضمام إلينا بضغط الأحمر بالتضغط على زر الأحمر أو زر الاشتراك، أيضا مع تفعيل الجرس لتتواصلوا دائما بجديد الفيديوهات المقبلة بإذن الله. أترككم الآن مع استفادة المنتجات وأيضا هذه الاختراعات والابتكارات ومجموعة من الأدوات لأنها دور كبير جدا في الحياة اليومية. ايضا بالنسبة للناس اللي كيتسائلوا على فين ممكن يلقاو هاد المنتجات، المنتجات توفر جميع المواقع الصينية، موقع علي اكسبريس يوفر جميع هاد المنتجات، وايضا بأسعار ليا مناسبة جدا. ايضا الموقع الامريكي امازون كيوفر هاد المنتجات ايضا. كيفما ممكن نلقاو هاد المنتجات في الاسواق التجارية الكبرى، فقط خصنا نقلبو عليها مزيان. فنخليكم الآن مع تتمة الفيديو أيضا مع تتمة هاد الاختراعات والابتكارات. إلى اللقاء، نلتقوا في فيديو جديد إن شاء الله. أتمنى منكم متابعة الفيديو إلى الأخير، وأريد أو يعني أريد أنكم قد تستفيدوا من خلال هاد الفيديو. Should it hold?